هذا فكرت الرجال اللي وقف قاعد اصور انا وقف اسلم اسلم لا هذه من اشوى من اللي رحت انا وسعد سعد ايش اسمه سبيعي يا زين ابو غنى اي والله الله يذكره بالخير نعم الوكاد وحنا مسوين متخفين هالحين انا وسعد ما نبي احد ينتبه لنا طالعين وقتها عشان الاوبريت النهائي حق ايش اسمه زد رصيدك سلم النفسيه ضاربه ونبي نكتب كلمات البرنامج الاوبريت واقول لهم يا ترى لنا 100 يوم بهالبرنامج مستحيل نجيب جديد خلونا نطلع قال اطلع انت وسعد والله انت مش المطار قريب قلنا الكوفي خلنا ندخل المطار ناخذ لنا كافي ونمشي ومتخفين يوم طلعنا ما ادري شلون قال واحد يهود انت ترى تحت موجودين ها كنا شلون قال تحت موجودين منهم تجيك السالفه ونمشي ورجع له قلت منهم وش اللي تحت موجودين انا قلت بس الجمهور الحين شافونا ينتظرون عند سيارتنا قال انت مو كدادة يقصد المرور ينتظر تحت قلت السلام عليكم كان قلت ممكن اصور معك زي الموقف اللي صار زين قلت جد رصيدك ما رحت ذاك اليوم طلعنا من هنا